كتواجد في الام ياسين درب الزاويه الفاتحيه رقم 3. وحنايا ككوننا هاد المجموعه كامله ديال البنات اللي كاينين بينا دابا كنخدموا واحد المنتوج اللي كان عينو بعائله ديالنا. وكان يعني شنقول لكم يعني السيده اللي كارين عندها هاد المحل اللي هو ب 6000 درهم بغات تفرغنا المحل. وحنايا الا فتنا حتى فرغنا المحل ما عندناش فين نمشيو، يعني كل وحده الحمد لله كل وحده راه كتعي لعائلتها، كل وحده عندها مشاكلها الخاصه، ولكن الا تسد علينا هذا الباب فين غادي نمشيو؟ وحنايا كاشخاص ذوي احتياجات خاصه وكنساهموا في السوسيو اقتصادي ديال المغرب وكننتجوا انتاجات الحمد لله اللي كتعز لينا البلاد وكتخلينا كتخلي السمعه ديالنا حنا كناس ضعيفين، يعني كي كنقولوا الوضع ديالنا شويه قاسح ولكن كنخدموا بكرامه. والمساله اللي هي جد قاسيه علينا كنتفاجئوا بان السيده اللي حنا كارين عندها كتقول لنا خصكم تفرغوا المحل، وهذا هو المشكل العويص اللي حنا دابا كنعانيو منه وما عرفناش شنو غادي نديرو. كنطلبوا من الله يشوف من حالنا، وانتم كبدوركم صحافه اللي كنتمنوا من الله هذا النداء يوصل صاحب الجلاله ويعطف علينا كيف كيعطف على جميع على هذه الفئات اكثر، ويكون الاهتمام ديالكم بينا لان عين الله الحمد لله ما كتخفاش، ولكن عينكم نتوما تساعدونا على هذا. ما بغيناش نتشردوا، ما بغيناش نعانيوا اكثر من حنا كنعانيوا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بوتس كوين حفيظه رئيسه تعاونيه الكوثر. كيف قالت الاخت سعيده يعني ما خلت لي ما نقول، حنا كنتفاجئوا بانه جا الافراغ من السيده النمساويه، وحنا دابا هذا الافراغ ما عندناش لا فين نمشيو ولا فين يعني ما يمكن ليناش، وهذا هو المحل ديالنا منين كان نتزرزقوا كل وحده هز عائله وكل وحده هز المعين ديالها. وحنا كنطلبوا من الله ومن سيدنا ومن السلطه المحليه تدخل في هذا يعني تدخل في هذا المشكل ديالنا، لانه حنا راه ما خارجين باي وجه كان، وحنا العطف ديال الله وديالكم يعني حنا في حمايه الله وفي حمايه جلاله الملك والسلطه المحليه. تشوفوا فينا احنا راه ما عندناش فين نخرجوا، لانه هذا هو مصدر العيش ديالنا، لانه الا خرجنا ولا 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 طرات بينا حنايا شي حاجه راه يعني راه غادي نساهموا في التسول وعاش الملك.